وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد السيد علي عبد الله العرادي عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، أكد على ما تمثله ذكرى تأسيس الحرس الوطني من أهمية كبيرة باعتبار الحرس الوطني ركنا أساسيا من المنظومة الدفاعية في مملكة البحرين وقوة حامية تساند قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام في الدفاع عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره. تمثل ذكرى تأسيس الحرس الوطني مناسبة وطنية عزيزة علينا جميعا، وهي فرصة سانحة كذلك لكي نسلط الضوء على الأهمية المحورية التي يشكلها الحرس الوطني باعتباره ركن أساسي في المنظومة الدفاعية والأمنية في مملكة البحرين، خاصة وأنه يتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والإمكانات العسكرية والبشرية المتقدمة. كذلك يعني هي مناسبة لكي نتذكر أن العمل الكبير الذي قام به هذا الكيان قد قام وفق رؤية شاملة وخطة استراتيجية مدروسة عكست بشكل مباشر الرؤى الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المملكة بوصفها حجر الزاوية في ترسيخ النهضة التنموية الشاملة للبلاد.